ايدك يا حبيبتي. جميلة جميلة يا بنوتي، ده يوم المنى، ده اليوم اللي انا كنت بستناه. يلا يا انسة ايمان ادخلي لها الفستان لحد ما الزباين يشوفه ويحرق لنا الموديل. عقبالك يا هندي يا حبيبتي. صعب يا انسة ايمان، انا عندي دلوقتي 36 سنة. هتصعبيها ليه؟ الله، مش كان لسه متقدم لك عريس من شهر؟ عريس الندامة يا مدام، ده عاطل عن الشغل وطمعان فيا وعايش مع اهله في بدروم. بلا نكد بلا نكد. الله، بصي البستان الجميل ده، عايزه كده رشه لولي. ايوه رشه لولي على البستان. هيبقى فيه طرحه ولا هتمشي على الموضه وتلبسيه من غيرها؟ ما اقدر، شفتي ومالك في المدينه. مفيش عروسه في الدنيا من غير طرحه واديها زغروطه. مام يا حبيبتي هتيجي معايا على البيت بقى؟ لا يا روحي، عندي شغل. مامي ما تسيبي اللي في ايديكي وتيجي تقعدي مع بابي شويه. ايه يعني اسيب شغلي واجي اقعد مع بابي؟ ايه المشكله، سيبي شغلك وتعالي اقعدي مع بابي، هو محتاج لك قوي. مش عارفه اعمل ايه مع بابي، مش عايز يتاقلم مع الحياه الجديده. يا مامي اعتبريه جزء من شغلك وتعالي اقعدي معاه. ما هو السفير محمود مدكور استقال وعايش ومبسوط وما بيشتكيش. أنكل محمود شال مسؤولية طنط نوال، غير إن عنده ولاده وأحفاده بمشاكلهم وكمان عنده صحابه، لكن بابي وحيد، محدش هيطلعهم اللي هو فيه ده غيرك أنت بس. ماشي، بقولك إيه يا هند؟ نعم يا مدام. أنا هنزل بكرة الصبح لما تفتحي الأتوليه تخلصي لي أولاً إيه؟ فستان مدام نبال، وبعد كده رشة اللولي على فستان بنوتي وحبيبتي. من عينيا يا مدام. تسلميلي يا هنون. الله، انت لسه لابسه الفستان؟ يلا 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 غيري. يلا حبيبي. يا رب. كمال، لو ينفع الاتوليه خده واعمله شركه سياحيه. مع الاسف يا ملك ما ينفعش، اي شركه سياحه لازم تبقى في الدور الارضي في مكان حيوي على شارع رئيسي، وانت مع الاسف الاتيليه بتاعك في الدور الرابع. مش عارفه اعمل ايه، عايزه اساعدك. وانا صعبان عليا خبرتي يا ملك، 38 سنه خبره، علاقات جميله بكل شركات الطيران، سمعه زي الطبل، محترمه في سوق السياحه بره وجوه، وصحتي والحمد لله. بسمتك بس كده يبقى حرام ان اعيش عشان اكل وانام وبس. كيمو ايمان جايه دلوقتي. وهنروح كلنا مع بعض. نروح؟ اروح من دلوقتي اعمل ايه؟ يعني هنتلم كلنا مع بعض ونتغدى مع بعض. بعد إذنك يا ملك. خلصت تطريز يا مدام. يا مدام. ها؟ خلصت تطريز. طيب طرز الطرحة. ممكن نأجل تطريز الطرحة لبكرة مادام مها بوباشا عندها بروفة النهاردة وما مكنتش فستانها. أنا نسيت خالص، كويس إنك فكرتيني. طب خلاص يلا خلصي فستانها. دي إيمان، افتحي لها. مامي حبيبتي. حبيبي. إيه الأخبار؟ تمام، قابلتي بابا؟ هو كان هنا؟ لسه نازل. يا خسارة، كان نفسي يبقى موجود. تا 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 تا. وريني. الله، حلوه قوي يا روحي. عجبتك يعني فكره بنوتك؟ بنتي بقى. عرفتي ان يارا اتخطبت؟ يمنى قالت لي. رحت الجامعه النهارده اعزم شويه من اصحابي، قابلتها صدفه وعرفتني بدكتور عمر الفيومي، ده كبير قوي عليها. هنعمل ايه في اصرارها؟ يلا بكره تندم. كان ماله بس هيثم ابن انكل شريف، شاب وصغير ومدير القرية السياحية. أيوة
الله، ايوه شريف مدكور، محمود مدكور. كان تايه عني فين؟ في حاجه يا مامي؟ هو ده الحل لمشكله باباكي. اتفضل. شكر. قولي لي يا مالك، كمال اخباره ايه؟ ما انا جايه لك علشان وعلشان تساعده. هذا كان بخصوص المشروع اللي كنا اتكلمنا فيه، فالحقيقه انا كنت طلبت منه فرصه. معلش لا مؤاخذه، في حل والحل في ايدك. ملك انت عارفه كويس قوي ان انا ما اقدرش اتاخر عنه. هو ده العشم برضو. كلم شريف. شريف؟ اه والله، ازاي ما جاش في بالنا؟ ما انا قلت كده برضو. فعلا شريف ممكن يلاقي له شغلانه مناسبه عنده في القريه. ايوه، مدير علاقات عامه، مدير مبيعات. انت عارف جوزي كمال عنده خبرته وله وزنه. لا اكيد اكيد. لا خلاص اطمني، انا هكلم شريف النهارده. وبيني وبينك انا كان نفسي ازور شريف، وهو كمال كده بقى يشجعني. خلاص كده اتفقنا، بس يعني لو كان في سفر يبقى بعد فرح بنتي ايمان. بالمناسبه مبروك ليارا.